الحقيقة مثل ما تفضلتي، قطاع السياحة يعني تضرر كثيرا، بل كان أكثر القطاعات الاقتصادية يعني تضررا، وتراجعت المستويات فيه إلى ما كانت عليه قبل 30 سنة. اليوم يشهد القطاع تعافي بطيء، لكن أيضا نعيش الآن يعني مناسبة جميلة وعظيمة على المنطقة، هي إكسبو 2020 الذي تستضيف إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشرفنا فريق المنظمة برئاسة معالي أمين عام منظمة السياحة العالمية الأستاذ زوراب كولولوكاشفيلي بزيارة الموقع في 2018، والاطلاع على الخطط المعرض وخطط الاستدامة للموقع لما بعد إكسبو. وأيضا اطلعنا على هذه التجربة مع عدد من المتدربين الذين يعني دربناهم أيضا يعني في دبي في نفس الفترة، وحرصنا يعني كثيرا أنهم يتعلموا من الخطط الموجودة لإكسبو 2020. البنية التحتية التي وفرتها إمارة دبي مبهرة. إمارة دبي يعني وحدها كوجهة سياحية فريدة من نوعها، فيها يعني مستوى عالي من الجودة السياحية، سواء في المرافق السياحية، الفنادق، المطاعم وغيرها. وجود يعني تواجد يعني إكسبو لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وفي أفريقيا وجنوب آسيا، واستضافتها لأكثر من 190 دولة، هي علامة فارقة ونقطة تحول في السياحة الدولية. إن نعم حتى وإن كن يعني لدينا احنا في السياحة أهم 3 معارض دولية في لندن، في دبي، في لندن وبرلين ومدريد، لكن حتى وإن كان إكسبو ليس معرض سفر وسياحة، لكنه سيخدم كثيرا هذا القطاع، وسيتعرف السياح والزوار على ثقافة وطبيعة كل الدول المشاركة في الأجنحة الخاصة بهم. نعم الوباء قد يكون قد غير أنماط السفر إلى الأبد. اليوم في هذه التجمعات الثقافية الحضارية السياحية الاقتصادية في دبي، نرى أنه بالفعل هناك بعض التغيرات بشكل السفر، يعني الإجراءات التي يتم اتخاذها. هناك بنية تحتية ربما تعطيني أنت تقييمك لها كمؤسسة عالمية تعنى بالسياحة، البنية التحتية والإجراءات يعني بشكل عام اللي عم نشوفها اليوم في إكسبو، هل تعطينا لمحة أنه هكذا سيكون مستقبل السفر خلال المرحلة القادمة؟ ما في شك أنه أنماط السفر والسياحة تغيرت منذ بداية الجائحة، لكن في منطقة الشرق الأوسط أيضا سرعة وتيرة إعطاء اللقاحات يعني ستؤثر إيجابيا على استعادة هذا القطاع عافيته. شهدنا في المملكة العربية السعودية، في الإمارات العربية المتحدة، في مملكة البحرين يعني وتيرة اللقاحات ضد كوفيد-19 كانت سريعة جدا. البنية التحتية كما ذكرت لك، يعني احنا زرنا الموقع مع معالي أمين عام المنظمة وأبهرنا يعني ما كان مخطط له ولما هو مخطط له بعد إكسبو. بشكل عام إمارة دبي يضرب فيها المثل في البنية التحتية، في جودة السياحة. أيضا إكسبو 2020 سيكون بداية أيضا للمشاركات الحضورية، مثل يعني ما تعرفين عندنا قطاع السياحة والحوافز والمؤتمرات،
يعني تغير في أثناء يعني منذ بداية الجائحة، أصبح هناك الهايبريد يعني فورمات، هذا يعني أو الحضور يعني المزدوج أونلاين وفي الهجين الموقع، هذا أصبح يعني صحيح. ممارسة تعودنا عليها. لكن مع إكسبو 2020 قد يكون يعني هذا تشجيع لعودة المشاركة الحضورية. بالنسبة لخطط يعني أيضا الاستدامة، يعني إذا تسمحين لي أذكر أيضا في تفضلي. أثناء الاجتماعات وزراء السياحة في المجموعة 20، يعني كان هناك تأييد كبير من قبل معالي الوزراء لما طرحه معالي أمين عام منظمة السياحة العالمية، لأنه تكون الخطط يعني مستقبلا كلها تكون نحو تكون متوافقة مع عمليات المناخ والتحول إلى اقتصاد أخضر. نحن في المنظمة أيضا يعني بدأنا نشجع على سياحة الهواء الطلق وسياحة الطبيعة، وأن تكون كل يعني الأعمال متوافقة مع الأعمال المناخية، وهذا كله يعني تحضير لمؤتمر الكوب اللي راح يكون في غلاسكو، صحيح ويعني إكسبو خير بداية لذلك. صحيح. وطبعا هذا كله يعني يأتي ضمن أهداف التنمية المستدامة التي طرحتها الأمم المتحدة. سؤال أخير لك، بشكل عام قطاع السياحة الأداء خلال 2021، أهم القطاعات التي تأثرت، وشو هو الأوتلوك لديكم خلال المرحلة القادمة؟ منذ بداية الجائحة يعني للأسف يعني عندما يعني توقف الطيران وأصيب القطاع بشلل كامل لأول مرة يعني في التاريخ، خسر العالم مليار سائح. منطقة الشرق الأوسط وحدها تراجعت بنسبة 83%، لكن كان هناك في 2020 يعني تعافي جزئي شهدناه في التركيز على السياحة الداخلية. منظمة السياحة العالمية كانت شريك يعني مع المملكة العربية السعودية ومصر في إطلاق صيف 2020، وكانت تجارب ناجحة. أنماط السفر الآن يعني مع والإجراءات مع وجود القسيمة الخضراء أيضا وشروط وجود يعني اللقاح واستجابة الدول أيضا لذلك، يعني كل ذلك سيساعد على يعني تعافي القطاع وعلى استعادة أيضا الوظائف نعم، الموسمية المرتبطة وهذا ما بالقطاع والأنشطة السياحية. الخبراء صحيح. يعني في منظمة السياحة العالمية يعني يتوقعون نعم أن يكون يعني نعود إلى أرقام أو إحصاءات 2019 يعني بشكل كامل في نهاية 2024. نأمل أن يعني بتعاوننا مع بعض صحيح وتكاتفنا يعني وتوحيد الجهود أن نصل يعني لهذه الأرقام قبل 24.